مهرجان الأقصر اختتم دورته الثالثة زي ما كلنا عارفين من أيام، وحضرنا من أول أيام المهرجان وكنا كمان في الختام. عرضنا حفل الختام من أيام، تعالوا نشوف حصل إيه فيه. الحمد لله دورة موفقة رغم كل المعاناة ورغم مشاكل المالية والإدارية الضاغطة، لكن النتائج معقولة. عرضنا 126 فيلم، عملنا ورشة هايلي جريمة، عملنا 4 كتب، عدد كبير جدا من الندوات، مكرمين على مستوى رفيع، لجان تحكيم مستواهم أكتر من هايل. أعتقد أنها دورة ناجحة، ولكن شبه بعض الاضطراب نتيجة أعطال في آلات العرض، ولكن تم تداركه بدءا من اليوم الثاني. أنا رأيي أن المختلف في هذه الدورة هو الجمهور. جمهور الأقصر عارفة الطريق إلى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، دي أكبر نجاحات الدورة الستة. أنا جاية بصفة خاصة عشان أتسلم درع المرحومة خالتي الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، إحياء ذكرى الفنانين اللي أسعدونا سنين طويلة. شيء جميل جدا إنه يحصل كل سنة. يمكن السنين اللي فاتت فقدنا كتير قوي من الناس اللي أسعدونا لسنين طويلة، وما زالوا لغاية النهاردة أعمالهم بتسعدنا. أنا متشكرة جدا للمهرجان على اللمسة الجميلة دي. أنا مبسوط جدا إنه دي يعني يمكن أول جايزة من المهرجان، وحاسس إنها إن شاء الله هتبقى مبشره وهتفتح ان شاء الله الفيلم. والله العظيم الفيلم ده احنا اشتغلناه، مفيش في دماغنا اي حاجه غير ان احنا الناس دي ونحن نوصل رساله احنا مصدقينها ومؤمنين بيها. كل الناس اشتغلت بالاخلاص ده، مش انا لوحدي. مبروك طبعا لعمرو سعد، ومبروك للمهرجان لانه يتم دورته، ومبروك لفيلم مولانا ولكل عاملين في فيلم مولانا. جايزه الفيلم كجايزه الجمهور، وجايزة عمرو سعد كأحسن ممثل.